السلام عليكم، مرحبا بكم متابعين قناه خديجه ام فاتي. كنتمنى تكونوا بخير على خير. انتم تشاهدوا الفيديو قبل نبداو ان شاء الله. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متابعين الاعزاء والغالين والاوفياء، اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكه بارده على شكل رخامه اقتصاديه، كتجي غزاله اسفنجيه وبارده، غادي تعجبكم في هذا الصهد هذا او هذا الصيف هذا. كنتمنى ان شاء الله تتابعوني وديروا لي لايكات واشتراكات ديالكم. كتجي غزاله اخواتي، والله العظيم ما تشبعوش منها ان شاء الله. انا اكيده ان شاء الله غادي تروق الاعجاب ديالكم غير بجوج ديال البيضات ان شاء الله. وما تنساونيش عافاكم اللايكات والشراكات ديالكم والبارطاج للفيديو وضغطوا الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي. نمشيو نوجدوا مع بعضياتنا. هنا اول حاجه اللي غنصبوا كاس ديال الحليب ما يعادل كاس العنبه، هو اللي غادي نعبروا به. غادي ندير جوج معالق ديال الخل او الحامض اللي عندكم اخواتي. هاد الطريقه هادي كيجي زوين اخواتي، كيجينا بحال الياغورت الطبيعي، كتجي ديك الكيكه منفوخه او اسفنجيه اخواتي. غادي نخلطوا ونديروا على جانب كي شفتوا معايا، غادي نخلي هكا على جانب. وغادي نمشيو ندهنوا داك، نجيبوا داك المول اللي غادي ندهنوا بالزبده. دهنوا بالزبده خواتاتي مزيان باش ما يلتصقش ليكم الكيكه. هذا هو راه سر من الاسرار صراحه ديال الكيكات. دهنوها بالزبده ورشوا على شويه ديال الدقيق، يعني غبروها بالدقيق داك المول. المول انا درت هذا اخواتي، نتوما المول اللي عندكم اخواتي راه ممكن ديروا، حيت حنا غنديروا له واحد الكريمه اللي غادي نلبسوها من التحت. وغادي نديه نديرو هاد المول في الثلاجه لتحت حتى نخلط الكيكه وعاد نجيبو نبغي نديرها فيه. هنا اخواتي راه مشى ليا الفيديو، راه درت جوج بيضات كيف قلت لكم، ونحجم متوسط، كاس ديال السكر سنيده، رشيشه ديال الملح. وهنا غادي تنحك واحد البرتقاله اي ليمونه، كيجي القشور ديال غير القشر ديال غير هذاك الليموني اخواتي في الحكاكه الرقيقه اخواتي، ما تبالغوش في الحكه باش ما تجيكمش مره. والكره كتجي لذيذه، ما عندكمش الليمون ممكن تنسبوا بالفاني ولا بقشر ديال الحامض اللي عندكم اخواتي. عندكم الليمون ديروه راه كيجي زوين. غندير كاس الى ربع ديال زيت نباتيه، نفس الكاس اخواتاتي كاس العنبه، وغادي نخلط بالفوي او الخلاط يدوي. هنا عاد غادي نزيد داك الحليب، كيولي لينا اخواتي بحال كيروب لينا، كيولي بحال الياغورت صافي. غادي نخلط. ودابا غادي نجيب الدقيق، الدقيق الخاص بالحلوى يعني الفورص البيض، الدقيق البيض. وغادي نجيب المصفاة ضروري اخواتي تغربلو الدقيق، وتكون مصفاة بحال هذه اخواتي. المهم حاولوا تدبروا عليها. انا كانت عندي ديك الاخرى اللي دائما كنصور معاكم، هذيك الحمراء العيون ديالي شويه واسعين اخواتي. شوفوا المصفات اللي كتكون كتهبط هذاك المغربل، يعني عند العيون صغيورين باش كيتغرب لنا الدقيق مزيان. هنا ما عطيتكمش العبار ديال الدقيق، غير تجيكم هكا يعني ما هي خفيفه ما هي يعني ثقيله صافي اخواتي. وغادي دابا عاد غادي نجيب المول من الثلاجه، تنبغي هكا نخوي عاد نجيبه خاصة دابا مع الصهد اخواتي. صافي غادي نهز يديا فوق ونخوي الخليط. الفران راني مشعلاه من قبل، غادي نشعلها من الاسفل حتى طيب لينا وتحمر، وعاد نهبطها لتحت غير تاخذ لينا الوين صافي خواتاتي ونخرجوها ان شاء الله. هنا كنديو نجيو شويه على سطح العمل، لكن قبل غادي ندير ليها شي طريفات هكا الشوكولات. انا كنستعمل دائما الشوكولات هذا الكالا، وهذا جبتو بديل الشوكولات الاسود، ولكن راه استقلي زوين ولذيذ اخواتي، بقات ليا في اللذه زوين بزاف. كندير طريفات غير بيدي هكا نقطعهم، كنحاول نضغط عليهم غير بشويه بالموس ولا بشي حاجه بحال ما هكا، ما تضغطوش بزاف يهبط لتحت باش ما يهبطوش لينا القاع خواتاتي وتحرق لينا داك الشوكولات. صافي الكيكه هي طابت لينا، غادي نخليها حتى تبرد لينا اخواتي، تتبرد تماما اخواتي عاد غادي نشتغلوا بها. يعني انا خرجتها من قبل حتى بردت لينا، شوفوا راه ما التصقت ما حتى شي حاجه. داكشي اللي قلت لكم الزبده زوينه اخواتي، نفس المور راني غسلته ودرت فيه شويه ديال الزيت، يعني واحد شويه ديال الزيت هكا زيت نباتيه. وغادي ندهنو مزيان حيت غادي ندير فيه الكريمه باش نلبسو هذيك الكيكه تجينا على شكل رخامه اخواتي. المهم غير تبعوا معايا، راها سهله مهله وزوينه كتجي، يعني كتحمر الوجه للضياف ديالك. في كاسرون باش غنوجدو هاد الكريمه غادي ندير جوج كيسان وربع ديال الحليب، جوج كيسان وربع كاس ميه ديال الكاس العنبه اللي عبرنا به كيف قلت لكم خواتاتي.
صافي. هنا غادي ندير واحد الكيس ديال الفاني للتنسيم، ممكن تنسموا اي حاجه اللي كتعجبكم، ولكن فاني راه جا زوين اخواتي والله العظيم. هذه جات غزاله وبنينه، خاصه هذاك القشر ديال الليمون اللي درنا في الكيكه. ندير 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، عليكم الاختيار ممكن تنقصوا، اما انا جاتني هي هذيك. وغندير 3 ديال المعالق ديال المايزينا اي النشا. صافي غادي نخلط الخليط نخلط اليدوي او الفوي بحال هذا، وندي على النار ونبقى باستمرار التحريك، يعني ما تحبسوش باش ما تكتلش لكم. اين فوا تقال لكم هكا طفيو البوطه. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الشوكولاط حبيبات اللي غادي نخويه اخواتي، وردوا البال غير تخويو الشوكولاط غير جوج تحريكات صافي، الا حركتو بزاف راه غادي يتخلط لكم هذاك اللوان هكا. صافي وحبسوا. صافي غادي نخوي الخليط في المول اللي درنا فيه الكيكه، راه حنا داهنينو بالزيت خواتاتي، نخويه كامل بهذه الطريقه هذه. يعني راه جاني انا هو هذاك، يعني لبس لي هذيك الكيكه جات بحال الرخامه. شوفوا ما تخلطوش الالوان بزاف، ردوا البال اخواتي، ما تبقاوش تخلطوا، يعني غير جوج تخليطات هكا ديو تجيبو الكيكه. غادي نحطها على يعني ردها كيف ما كانت، الوجه ديالها تحتاني ردوا هكا كيف ما كان خواتاتي، ونحاول نضغط عليها. كي تشوفوا الكريم راه طلعت من الجناب، كنضغط بصباعي بحال ما هكا باش طلع لنا الكريمه من الجناب باش تلبس لينا اخواتاتي حتى من الجنيبه ديالها. هنا ديك الكريمه اللي بقات ليا في الكاسرونه، غير بغيت ما بغيتش نضيعها، نديرها هكا من فوق ديال يعني ديال الكيكه، ماشي من فوق، هاد الجيره غتجي هي تحتاني اخواتاتي، حيت يعني بلا ما ديروا لها كريمه غير هكا، انا ما بغيتش نضيع، بقات لي هكا في الكاسرونه وصافي. اما تجي هذه راه غتجي تحتانيه، لانه غادي نقلبوها خواتاتي، غادي نخليها حتى تبرد خواتاتي وتماسك، نخليها في الثلاجه. وهنا ها هي من بعد ما بردات لينا وتماسكت خواتاتي، هنا غادي نقلبها بكل سهوله، سهله مهله. ها نتوما يعني دغيا ما كتلصقش نهائيا، حيت دهنا داك المول بالزيت. هنا علاش تعطلت ما هزيتوش، لانه راه داك المول شاد في الطبسيل، معرفش ما لقيتش منين نهزو. ها نتوما خواتاتي ما التصقت ما حتى شي حاجه، جات لنا بحال الشكل ديال الرخامه خواتاتي، جات غزاله بنينه كتحمر الوجه، يعني كتجي زوينه هكا الحطه. واهم شيء هي اقتصاديه بالمكونات ديالها. ها نتوما ما لصقات ما حتى شي حاجه لينا، كنوريكم. غادي نقطعها معكم وتشوفوا الكثافه كيفاش جات، ما شاء الله جات متماسكه، فعجبتني انا شخصيا، عجبت لوليداتي، وكنتمنى حتى نتوما تعجبكم، وتكتبوا لخوتكم خديجه في لي كومونتير ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم. ها نتوما خواتاتي حتى هذوك الطريفات ديال الشوكولات ما هبطوش لينا لتحت، راه غنطول لكم الجاعه عاود اخرى، يعني الا ضغطتوا عليهم بزاف يعني تيهبطوا لكم لتحت وكيتحرقوا، ما كيجي المذاق ديالهم مر وما كيجيش عاطي اللون. شوفوا خواتاتي ها نتوما راه بقاو غير هكا من الفوق يعني وفي الوسط، ما هبطوش لنا لتحت. كنتمنى ان شاء الله تعجبك، انا اكيد ان شاء الله غادي تجربوها، تيقوا فيا وجربوها خواتاتي. ها نتوما راه كتجي اسفنجيه خفيفه وبنينه، هذاك القشر ديال الليمون اللي حكينا فيه جات بنينه ما نقول لكمش. وحتى انا وكيكون الفيديو ديالنا سهل، نتمنى نلقاكم نتوما بحسن حال واحوال، تهلاو لي وراتكم بزاف، انتظروا مني جديد، وتابعوا اختكم خديجه الله يسهل امركم. نتمنى نلقاكم ان شاء الله نتوما بصحه جيده. ها نتوما خواتاتي كيفاش نتماسكه وكتجي، يا سلام والسلام عليكم.